على السلامة، احنا وصلنا الخرطوم. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده انا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو اخيرا الاوفيشال تريلر بتاع فيلم ايت الجزء الثاني، اللي هو المفروض هينزل برضو السنه دي في سبتمبر. متحمس للفيلم جدا. انا اول ما شفت التيزر انا عجبني جدا، انا اصلا الجزء الاولاني عن نفسي عجبني. انا ضد اي حد، من وجهه نظري انا ضد اي حد قال ان الفيلم ما عجبوش. هو مش لازم يكون اللي هو الرعب اللي هو يطلع يعني يخضك او لا، في عارفين انتوا في رعب كده، بنوعيه رعب بيبقى فيها سسبنس كده واللي هو بيشدك في الاجواء بتاعه الرعب. انا بالنسبه لي الجزء الاولاني عجبني بكل تاكيد، وكان الكاست بتاع الجزء الاولاني بتاع العيله الصغيره بالذات، حتى الولد بتاع سترينجر ثينجز اللي هو الصغير ابو نضاره كان ملوش حل بصراحه. الجزء الثاني هما بقى فيه كبار، بقى فيه جيمس ماكافوي وفي جيسيكا تشاستين وبيل هادر والناس دي كلها. اتمنى اتليست برضه العيال الصغيره دي تطلع كيميوز او على هيئه حتى فلاش باكس للجزء ده، لان انا عن نفسي عجبني تمثيلهم في الجزء الاولاني. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هتفرج عليه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Something happens to you when you leave this town. The farther away, the hazier it all gets. Didn't stop it. Pennywise. The clown. We can't let it happen again. Kid! Hello. Please. Consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. صباح العظمة يعني. ايه ده؟ تحفة يعني، بجد حلو جدا يعني. انا مش فاهم يعني، على فكره الجزء ده هيبقى احلى من الجزء الاولاني كتير جدا، حتى كبرفورمانس كمان بتاع بيل سكارسجارد في دور اوف باني وايز هيبقى طبعا تحفه. انا يعني ايه ده؟ طبعا مش هنتكلم بقى برضو في الاخراج والممثلين، مش زي احنا اتكلمنا قبل كده في التيزر، جيمس ماكافوي وجيسيكا تشاستين وبيل هادر والناس دي كلها والاخراج ومش عارف ايه والكلام ده كله اتكلمنا فيه قبل كده. التريلر انا عجباني قوي التريلر، الحب بالذات الحته اللي في الاخر دي، يعني حته جيسيكا شاستين ضربت فيها بعصايه حديد كده في الازاز، ابتدى التريلر من هنا ابتدى يشد بطريقه مش طبيعيه. يعني انا اتوقع ان الفيلم ده هيجيب ايرادات اكتر من الجزء الاولاني. الجزء الاولاني تقريبا كان جاب اكتر من 800 مليون يعني على عيال صغيره، بس الجزء ده هيجيب انا متوقع ان الجزء ده هيجيب ايرادات اكتر من كده بكتير. يعني انا باني وايز داخل دماغي بطريقه مش طبيعيه. بيل سكارسجارد عمل دور حلو جدا، ولما عرفت اصلا ان بيل سكارسجارد هو عنده حركه كده بيعملها بعينيه، تقريبا عينه الشمال، عينه الشمال، عينه الشمال بيحركها كده يعني، ده مش سي جي اي، مش اي حاجه، ده هو فعلا بيعملها كده يعني. هو في عين يعني بيعرف يحرك عينه كده، ما اعرفش ازاي بصراحه. لايق على الدور جدا جدا جدا. اتمنى ان هو يبقى احلى من الاولاني بصراحه. الاولاني كان حلو بس اتمنى ده يبقى احلى كمان. الحاجه اللي فعلا نفسي تحصل في الفيلم ده ان مش عارف كيميو، برضو مش عارف ايه موضوع الكيميوز معايا النهارده، ان يظهر تيم كيري. تيم كيري ده اللي عمل شخصيه بيني وايز سنه 1990، اللي هو كان اول فيلم اللي هو بتاع ايت اللي كان نزل في سنه 1990 بتاع ستيفن كينج، كان تيم كيري هو بيني وايز. اتمنى ولو حتى يطلع كيميو، حتى حته صغيره كده، مشهد صغير اتمنى يعني، بس اكيد الفيلم ده هيبقى فيه ايستر ايجز وهيبقى فيه حاجات كتيره جدا يعني.
بس. وموعد العرض بتاعه هينزل في 6 سبتمبر. طبعا نسبة ترقبي للفيلم كان لما عملت التيزر قبل كده كان نسبة ترقبي كانت 9 من 10، دلوقتي لما شفت الأوفيشال تريلر الفاينل تريلر يعني 10 من 10 بكل تأكيد يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على التريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.